والله أنا استمريت بالتبرع بالدم بحكم احتياج المجتمع في هذاك الزمان اللي هو 86، ولا زلنا محتاجين للدم بما نحن الحين في شهر رمضان، شهر الخير، شهر البركة. دائرة خدمات بنوك الدم في الوقت الحاضر محتاجة من 2000 إلى 700 وحدة في شهر رمضان. لو كنت تقدر تعمل فارق يغير واقعنا للأفضل، هل أنت مستعد تخوض التجربة؟ في كل مكان هناك أثر وتفاصيل مميزة جسدها لنا شباب الوطن، شباب عندهم روح التحدي. هنا في برنامج نصنع أثراً نعيش معكم واقع تجاربنا ونخليها بصمة دوم. بينما أنت تتمتع بالهدوء، أحدهم تقف حياته ساكنة يتنفس بعمق، منتظراً من كل بحر قطرة ليتورد بعدها في كل بستان زهرة. فلما يكون بيدك القرار لتنقذ حياة إنسان لا تبخل تتردد، فقطرة دم منك تروي أجساد وتحفظ بهجة أحباب. طبعاً مثل ما نعرف أنه هناك أهمية كبيرة لاستمرار حملات التبرع بالدم واستمرار إعطاء الدم للآخرين، مثل ما ذكر في القرآن الكريم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فبالتأكيد أنه كل قطرة من دمنا راح تساوي حياة بإذن الله للآخرين، وراح تعطي فرصة لرسم ابتسامات أكثر ولعطاء أكثر في الحياة. بالنسبة لتجربتي في التبرع بالدم، بدأت تقريبا في 2014-2015 في آخر سنة في الكلية. كان في حملة للتبرع في الدم نفذتها جماعة في الكلية، فخبروني بعض الصديقات أنه خلنا نتبرع كلنا مع بعض وكذا. كنت أنا خائفة طبعا من الموضوع، أول مرة في حياتي راح أكون أنه أجرب التبرع بالدم. اللي صار أنه من أول مرة تبرعت حسيت أنه لازم أكمل في هذا الشيء، وأنه يعني حسيت كذا بشعور رضا وشعور حقيقي طيب. طبعا شعور التجربة الأولى كان دائما يعطيني حافز أنه أنا أستمر في التبرع بالدم وفي إعطاء فرصة للآخرين، إنه يعني إن شاء الله الله يكتب لهم عمر وحياة أطول من خلال التبرع هذا. فلذلك أنا استمريت إلى الآن، وتقريبا مستمرة كل 3 أشهر أو كل 4 أشهر حسب قدرتي. يعني التبرع بالدم إجراء تطوعي يمكن أن يساعد على إنقاذ الأرواح، حيث تتم عمليات التبرع في مراكز مخصصة. اليوم راح نخوض جولة في بنك الدم المركزي ببوشر، خلوكم متابعين معنا. تأسست خدمات نقل الدم مع بداية النهضة المباركة، وانشئت دائرة خدمات بنوك الدم في عام 1974. تسعى دائرة خدمات بنوك الدم إلى توفير الدم الآمن من المتبرعين الطوعيين، كما تعنى بتشجيع المواطنين وجميع المقيمين في أرض السلطنة على التبرع بالدم الطوعي والاستمرار بالتبرع بالدم. يقوم بنك الدم المركزي باستقبال المتبرعين بالدم بشكل يومي، كما يقوم بفحص جميع هذه مشتقات الدم وفصلها إلى مكونات الدم وإعدادها وتخزينها، ومن ثم نقلها إلى المستشفيات على حسب حاجة المرضى. والله قصتي مع التبرع بالدم، أنا صالح حادث السيارة في 31/3/83 في مثل هذا الشهر في 83، وفي هذا الحادث خسرت أخي، ولكن الحمد لله رب العالمين بعد ما أسعفوني وأنقذوني أخذت على عاتقي مسؤولية أن يكون في كل بيت متبرع، والحمد لله رب العالمين وفرت أو شجعت جميع أبناء المجتمع، سواء اللي يشتغلوا معي، سواء من بيتي، المجتمع، البيئة اللي عشت فيها،
نقلت ثقافة التبرع بالدم إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك نقلت فكرة التبرع بالدم باستمرارية إلى المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في أوسلو. أنا سفير هنا في سلطنة عمان ممثل للمركز. يعني الحمد لله رب العالمين، جميع الدول العربية عرفت عن أهمية التبرع بالدم وفوائد التبرع بالدم واحتياجنا، لأن الدم لا يباع ولا يشترى، المصدر الوحيد لتوفير وحدات الدم الإنسان. سابقا الدم عمره من تقريبا 46 أو 42، لكن الحمد لله رب العالمين الحين ممكن الدم يعيش لعشر سنوات بحكم الخدمات الطبية، المختبرات ما شاء الله يعني الحين رأوا آلية أنهم ممكن يحطوا الدم مدة عشر سنوات. ماما، من وين يجي حليب أبو قاز؟ أبو قاز؟ من مروج الطبيعة الخضراء جا حليب أبو قاز، سره العشب الأخضر يحلي باقي اليوم. أبو رحلة التبرع بالدم دروبها ميسرة ونتاجها محفوظ بعناية تحت ظروف صحية مناسبة لبقائها صالحة والاستفادة منها. التبرع بالدم من الأعمال الإنسانية، طبعا كمجتمع عماني نلاحظ أن الناس عندنا في هذا المجتمع مجتمع متحاب مترابط، ومعظم المتبرعين الذين يتبرعون معنا بالدم يأتون رغبة منهم في المساعدة وإعانة إخوانهم المرضى المحتاجين للدم. كثير من هؤلاء الإخوة يقطعون المسافات الطويلة أيضا في بعض الأحيان للوصول إلى بنك الدم، ويخصصون أوقات للتبرع بالدم وللتبرع بمكونات الدم التي تستغرق أحيانا فترات طويلة من أوقاتهم. في أوقات الطوارئ أو عندما يحدث عندنا انخفاض في مستوى فصائل الدم، عادة نحن نقوم في بنوك الدم بمراقبة مخزون مستوى فصائل الدم بشكل يومي، وفي حال انخفاض هذه الفصائل يتم التواصل مع المتبرعين عبر الاتصال الهاتفي وعبر الرسائل النصية القصيرة، كما أيضا يتم الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أي انخفاض في مستويات فصائل الدم. نرى الكثير من المتبرعين يلبون هذه المناشدات والنداءات ويبادرون بالتبرع بدمائهم طوعا وبدون أي مقابل. خلال العام المنصرم تمكن بنك الدم المركزي ببوشر من زيادة عدد وحدات الدم المجمعة بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت نسبة المتبرعين بالدم لتصل إلى 77% من المتبرعين. والله فوائد التبرع بالدم، اللي كأنا شخص أحس بالفائدة، إني أول شيء قم بالواجب الإنساني، قمت بالخدمة الإنسانية والخدمة الوطنية، وكذلك أنا ما أحس بالخمول، أحس بالنشاط، أحس إني أنقذت شخص بحاجة لقطرة من الدم. هذا الإنسان بنفسه أول شيء ما يصير عنده خمول، ما يصير عنده كسل، يحس إنه قام بواجب إنساني لإنقاذ الآخرين. المتبرع دائما يحس بالرضا. ليش؟ لأنه أنا الحين ما نعرف من الأشخاص اللي نتبرع لهم، لكن نحس نحن بالسعادة لما نشوف شخص مريض ونقلوا له الدم ونشوفه إنه سعيد وفرحان. صح ما يعرف من اللي تبرع له سواء أنا أو غيري، لكن دائما سواء المتبرع أو المتلقي يحس براحة، والمتلقي للدم كأب أو أم ترجع لبيتها أهل البيت كلهم فرحانين بسبب قطرة من دمك أنت يا أخي المتبرع. والله يعني رسالتنا في الوقت الحاضر في شهر رمضان الكريم، هذا شهر الخير، شهر الرحمة، شهر الود والمودة بين أهل والإخوان، نتمنى كل إنسان الله أعطاه الصحة والعافية والسلامة إنه يبادر بالتبرع بالدم.
اللي ما يقدر يتبرع بالدم بموانع صحية ممكن يشجع أحد أبنائه، أحد أصدقائه، سواء أولياء الأمور. نحن نحثهم أنكم شجعوا أبنائكم، لأن أنتم آباءهم، أنتم كنتم قدوة حسنة، شجعوا أبنائكم على التبرع بالدم. كذلك نحن نحث الحين مثل ما أنتم عارفين عندنا في المدارس والكليات والجامعات، نتمنى الحين حتى الأندية، سابقا كان عندهم في الأندية يعملوا مباريات في شهر رمضان والخماسية والدوري، نتمنى كل نادي موجود في السلطنة يأخذ على عاتقه إنساني، عمل إنساني اجتماعي في التبرع بالدم. يعني سواء عندنا احنا أندية كثيرة في مسقط، نتمنى نبتدي في مسقط في شهر رمضان الحملات تكون في الأندية مع جميع اللاعبين والإداريين. يقال إن الصدقة بالدم أعلى منزلة وأعظم أجرا، لأنه سبب الحياة وهو جزء من الإنسان، والإنسان أغلى من المال، وكأن المتبرع بالدم يجوج بجزء من كيانه المادي لأخيه حباً وإثارة. الشباب اليوم كانوا سبب في إنقاذ حياة، شكراً لكم، فمثلكم من يصنع الأثر. للتطور مبادئ أساسية، منها أن تؤمن بالعقول اللامعة، وإذا كان الأمر كذلك فاترك الأمر للشباب، فهم عنصر نجاح الحكاية. في الحلقة القادمة من برنامج نصنع أثراً نخوض مهمة جديدة وبهمة وعزيمة أقوى. ترقبوا لك.